السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي متتبعات هواة سليمة، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية يا رب. اليوم غادي نشوفوا مع بعضياتنا بريوات بالدجاج مذاق ديال السمك، كيجيو أكثر من رائعين جد اقتصاديين. ب 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج، ممكن يكون حتى ديال الديك الرومي، غادي نحصلوا على أكثر من 30 حبة من هاد البريوات. غادي نشوفوا معايا الطريقة ديال اللف ديالهم إلا كانت أول مرة غادي نشوفوها، وغادي نشوفوا مع بعضياتنا الطريقة ديال الاحتفاظ بهم في المجمد. فعلا كيستحقوا التجربة، مكونات جد اقتصادية، كيخرجوا لنا كمية معقولة وكثيرة، والمذاق جد مميز. ان شاء الله غيروا فيه كيف ما بغيتوا، ممكن انكم توظفوهم بسيطلة صغورين غيروا فيهم كيف ما بغيتوا. المذاق كيف قلت جد رائع ديال هاد البريوات هادو. يلا نبداو على بركة الله في الطريقة والمراحل ديال تحضير هاد البريوات. بسم الله على بركة الله. المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد البريوات، بديت بالتحضيرات ديالهم. هنايا عندي البصلة، عندي ثلاثة الحبات ديال البصلة، قطعتهم مكعبات رقاق، يعني خديت جوج حبات ديال البصلة هذه العادية، هاهي كنقطع فيها مكعبات، وغادي نكمل بالبصلة الخضرية أولا البصلة الحريف. عندي على جنب توفرت ليا واحد البصلة كتعطي مذاق زوين، كترو شوية من البصلة باش كتعطيكم الحشوة شوية بزايد. هاهي البصلة الخضرية غادي نضيفها تاهي مع البصل. هنايا عندي نص حبه ديال الفلفله الخضراء، ها هي قسمتها على جوج، قطعت غير نص حبه ديال الفلفله الخضراء. عندي الفلفله الصفراء حتى هي نص حبه، ونص حبه ديال الفلفله حمراء. اللي توفر لكم في الفلفله ديرو. وهنايا هذا المكون هذا الرئيسي اللي هو صدر ديال الدجاج. عندي 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج بالعبار البنات، خديته من الدجاج، يعني حتى هو غادي نقطعو مكعبات رقيقه ونرجع غادي نكمل هاد التحضيرات ونرجع. المكونات ديالي تقريبا كاملين واجدين. هنايا البصله هي هذه، غادي نضيف لها شويه ديال الملحه شويه ديال زيت نباتيه في اول مرحله، وغادي نديرها تشحر. من بعد غادي نضيفوا لها المكونات بالترتيب. هنايا عندي توابل، هذه التوابل ديال بسطيله السمك هذا اللون الخضر، يعني هذا النوع اللي كيكون خضر كنفضلو هو اللي نديروه، الا توفرت يكون احسن. عندي هنايا الهريسه كتبقى اختياريه ولكن كتعطينا مذاق زوين بحال هاد المملحات. عندي هنا شويه ديال الثوم بودره، صدر ديال الدجاج هو هذا قطعته مكعبات رقيقه كي شفتوا معايا. وهنايا عندي صلصة الصوجة، صلصة السمك نيوكمام الى توفرت ضيفوها. وهنايا عندنا الفلفلة اللي قطعت هي هذه. هنا عندي مكعبات ديال اولا جوج مربعات ديال الشعرية الصينية، غادي نفرغ عليهم الماء مغلي ونخليهم يرتاحوا على جنب، من بعد غادي نصفيهم. وهنايا عندي الزيتون مقطع في هاد القرادة، تعمدت اني نوريه لكم مقطع في هاد القرادة، هذه كيعطي مذاق زوين الا كان مقطع رقيق، يعني كتخرج فيه ديك المذاق ديال الحموضه. الا ما توفرتش لكم هاد الطحانه ديروه في الطحانه العاديه، يعني القراده ديال القزبر العاديه اللي كنقردو فيها بحال هكا، اللي كيكون عندها جوج يدين بحال اللي كنقطعو فيها الربيع، قردوه رقوق. وهنايا عندي شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس. بطبيعه الحال غنحتاجو جوج التوابل، غادي نضيفوهم وحنايا كنحضروا في الوصفه مع بعضياتنا. يلا نبداو على بركه الله. هنايا بعد ما نزلت لينا البصيله غير واحد شويه، شوفوا معايا ملي كتكون البصله الخضريه كتعطي واحد المذاق جديد، وكانت عندي كامله كنت ندير الكميه كامله بصله خضريه. هنايا غادي ندير الفلفله الوان، سبحان الله شوفوا العين كيفاش كترتاح ملي كتشوف بحال هاد الالوان هذه. درنا غير الملحه وزيت نباتيه في اول مرحله، غادي نخليها تنزل غير واحد شويه وصدر ديال الدجاج عندي مقطع مكعبات رقيقه، يعني ما غاديش ياخذ بزاف ديال الطياب، غير ينزلوا هاد المكونات شويه ونرجع. فاش نزلت البصله والفلفله شويه غادي نضيف هاد الصدر ديال الدجاج. كيف قلت البنات 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج غتخرج لنا الخير والبركه هاد البريوات. ممكن ديروهم حتى سيجار اولا كيف كنقولوا قنينطات،
مباشره دابا عاد غادي نضيف التوابل. هنايا عندي تحميره اولا بابريكا، عندي شويه ديال الخرقوم، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، راس معلقه صغيره ديال الكمون، وعندي هنايا الهريسه، شويه ديال الثوم بودره، معلقه صغيره ديال التوابل ديال البسطيله ديال الحوت. غادي نضيف حتى شويه ديال الابزار. بالنسبه للتوابل غادي نبقاو على حسب الكميه اللي درتو نتوما، طبيعه الحال دائما كنصحوا الذوق. كتشوفوني انا كندير غير شويه ديال الملحه في البدايه، لحقاش عندي الهريسه مالحه، صلصه الصوجة مالحه، وصلصه السمك حتى هي كتكون مالحه. هي شويه ديال الابزار ما ذكرتوش معكم، وغادي نقلب في هاد المكونات حتى كنشوف انا السر ديال الدجاج دخلوا الطياب. الدجاج ديالي طاب صافي، غادي نضيف دابا شويه ديال صلصه الصوجة. ردوا البال ما تزعموش بزاف لانها كتكون محلوله شويه بزاف، يعني الفم ديالها كيكون محلول بزاف. هنايا هاد الصوص نيوكمان الا توفرت زوينه بزاف، كتعطي مذاق زوين. هاد صلصه الصوجة عندي وخلون ديالها غامق، راني ذكرتها شحال من مره، ولكن كتجي هي هذيك. ذوقوا الا خاصكم شويه ديال الحار اولا ديال الهريسه كيف كنقولوا. انا غادي نضيف شويه ديال الحار، وعاد غادي نضيف دابا هنايا الزيتون. كمية كاملة ديال الزيتون، ملي كيتقطع كيلددها مزيان هاد الحشوة هادي. وهنايا عندي على جنب الشعرية الصينية بعد ما صفيتها، ها هي هنايا كنقطعها بهاد الطريقة بالمقص، خليوها تسقطر مزيان. دابا غادي نضيف شوية ديال الربيع، خصوصا إلا كان طري كيعطي مذاق زوين. صافي دابا غادي نضيف هاد الشعريه الصينيه. انا دائما ما كنبغيش الشعريه الصينيه تكون كثيره في الحشوات. غادي نشوف كيف كنقولوا عيني ميزاني. صافي غنطفي البوطه دابا باش غير تشرب ليا هاد المرق اللي طلقات شويه، هاد صلصه الصوجه. الشعريه الصينيه ما كطيبش، يعني نخليوها دائما اخر مرحله. غادي نزيد يعني جوج مربعات هما هادوك. وها الحشوه ديالنا واجده، شوفوا معايا الالوان ديالها كيفاش كيكونوا. انا كنتعمد البنات كنخدم بمراحل، يعني البصله بوحديتها، الفلفله تبعها، وهي غدا هكا باش كتعطينا الالوان، كيبقاو كل حاجه كتاخذ حقها في الطياب. بحال هكا صافي، ها هي جانستها، ذوقت هي هذيك، يلاه سلامات كيف كنقولوا، لذيذه وشي حاجه اللي هي بسيطه. هنايا عندي هنايا شويه ديال الفرماج، جبن احمر اللي توفر لكم. ما كانش عندكم دير واحد جوج مربعات اولا جوج مثلثات عفوا ديال الفرماج مثلث، كيكون احسن في الحشوه منين كطفيو عليها وكديروه يذوب في السخونيه ديال الحشوه. هنايا غادي نحك هاد المرسو هذا، الا توفر الفرماج كيكون احسن، كيلدد لينا الحشوات بصفه عامه. انا كنحك غير بشويه لانني راني كل مره كنضرب يديا هكا. صافي غادي نخليها تبرد، خليو الحشوه حتى تبرد عاد ديروا الفرماج. انا غير باش نكمل معكم المراحل. صافي ودوزو باش نعمروا هاد البريوات هادو. شوفوا معايا الحشوه بعد ما ذاب فيها الفرماج لانني درت سخون، شوفوا معايا كيفاش معلكه وجات لذيذه. انا ذوقتها فعلا رائعه هاد الحشوه، ان شاء الله غاديه تعجبكم البنات، ان شاء الله كونوا اكيدات ان شاء الله. الحشوه ديالي بعد ما بردات خليتها على جنب، وهنايا جبت الورقه ديال البسطيله. ضروري تكون عندنا ورقه ديال البسطيله اللي كتكون طريه وجديده هكا باش كتجينا سهله في الخدمه وكتنجح معنا. هنايا غادي نحيد منها هاد الجوانب هادو، ولا هاد الشوي اللي كيكون حرش كيف كنقولوا اولا ناشف، ضروري كنغطيوها. بسم الله غادي نحيد منها هادو اللي كيكونوا ناشفين. ناخذ غير القياس اللي غادي نخدم به. كناخذ هاد كوب بيتزا وكنقسم هاد الورقه على جوج، ممكن انكم تقطعوها بالمقص
حتى بهاد كوكي بيتزا كتجي مزيانه بحال هكا. وهنايا عندي شويه ديال الدقيق مخلط مع الماء، وهنايا عندي زيت نباتيه مخلطها مع شويه ديال البابريكا اولا تحميره، ونوجدوها على تيسع هكا باش كتطلق لينا غير الزيت اللي كتكون عندنا ملونه بهاد التحميره اولا بابريكا، نوجدوها على تيسع. وكنحل الورقه ديالي الجهه الحرشه، ضروري انها تكون هي اللي كنحطوا فيها الحشوه، وجهه رطبه تكون مواليه لطاوله العمل، وضروري ما كنغطيو هادشي اللي بقى عندنا ديال الورقه، ضروري نكونوا حاطينها على جنب. هنا عندي الشيته، كناخذ شويه من هاد الزيت اللي فيها البابريكا او التحميره بسم الله، وكندهن هاد الورقه هادي باش تكون واضحه لكم هكا. حاولوا انكم تاخذوا شويه ديال الزيت مع التحميره ديروها على تيسع باش هكا يبقى لينا غير الزيت، وديك الفتات ديال البابريكا يبقاو لتحت، يعني باش نهزو غير الزيت اللي كتكون من السماء وملونه. وهنايا الحشوه ها هي بردات بسم الله، ما نقولش لكم البنات حشوه اكثر من رائعه، المذاق ديالها ان شاء الله غادي يعجبكم، غادي نجربوها بحال هكا. كنخدم بجوج بجوج، كنطوي هذا الطرف يعني باش كنغطي الحشوه بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه اللي غادي نخدموها البنات كونوا متاكدين ان الحشوه ما غاداش تخرج. شوف وهذا الطرف اللي كيبقى ليا هنايا غادي نشكل به شكل مثلث، يعني كنجيبو لهاد الجهه وكنبقى غاده بهذه الطريقه هذه. شوف ها هما عندنا مثلثات كيجيو، ما نقولش لكم البنات يعني مفينين مزيانين بهذه الطريقه هذه هكا، وشويه ديال الدقيق، وكنغشي هذا الشيء اللي بقى ليا هنايا ديال العجينه اولا ديال الورقه، ممكن انكم تحيدوها. وها هو عندنا مثلث على هذا الشكل. نعاودوا بنفس الطريقه، هذا الطرف هذا كنجيبوه هنايا، يعني ولو المبتدئات ان شاء الله بهذه الطريقه اللي كنطويو الورقه. كندير صبعي هنايا باش كنحدد به المثلث، يعني كنشوفو مثلث من البدايه بحال هكا، وكنطوي بهذه الطريقه هذه وانا غادا حتى كنحصلوا على مثلث. كان عندنا يعني كيف كنقولوا الشيط ديال الورقه غادي نحيدوه، ما كانش عندنا راه حنا كنجمعوه وكندخلوه في هذه الجهه هذه، كيكونش عندنا بزاف بهذه الطريقه صافي وكنفينيها. وها هو عندنا المثلث. وهنايا البريوات ديالي بعد ما ساليتهم، شوفوا معايا الخير والبركه ومازال الخير الحمد لله، كيخرجوا كميه معقوله. درت منهم هاد الشكيله ديال البريوات اللي غادي نشوفوا مع بعضياتنا، وهاد الشكيل هذا اللي على شكل كيف كتشوفوا معايا على شكل كموسه وكيكون على شكل وريضه، اكيد نشاركوا معكم ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله على شله. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ بهم، كناخذ الطاوه ديالي هي هذه، غادي ندهنها بالزيت. شوفوا معايا كيفاش مشكلين، يعني الشكل ديالهم كيجي زوين بزاف، غير تبعوا معايا الطريقه كنحاول انني نشرح لكم من القلب كيف كنقول دائما. هالفريخ كيرحب بكم حتى هوايا. كناخذ الطاوه ديالي غادي ندهنها بشويه ديال زيت نباتيه، وهذا الزيت اللي مخلطينها بتحميره اولا البابريكا بحال هكا، والفران كيكون سخون. غادي نستف هاد البريوات ديالي وغادي ندخلهم الفران يطيبوا نص طيبه، هذه هي الطريقه الصحيحه للاحتفاظ بهم في المجمد. انا يعني جاتني تساؤلات عديده على كيفاش نحتفظوا بالبريوات في المجمد، وانا بطبيعه الحال فيما كنديرهم راه اكيد ما غاديش ناخذوا هذه الكميه كلها مره واحده، كنستفهم هكايا بحال غندخلهم يطيبوا نص طيبه. حاولوا تستفوهم بهذه الطريقه هذه باش ما ياخذوش منكم بلاصه بزاف، لانهم ما كيتزاد الحجم ديالهم ما والو بحال هكا باش ما ياخذوش لكم البلاصه في الفران في الطاوه. الفران عندي شاعل يعني من الجهه السفلى ومن من الفوق بجوج، كنشعل لتحت والفوق. كان عندكم فرن غازي كتشعلوهم من الفوق حتى كتشوفوهم طابوا اولا نص طيبه عفوا، وكتخرجوهم. وقبل اكيد انني غادي ندهنهم بالزيت النباتيه. وهنايا عندي هاد الزيت اللي فيها تحميره اولا بابريكا، كندهنهم بهم باش هكا كتعطينا لون ذهبي. غادي ندهنوهم كاملين، ندخلهم الفران يطيبوا نص طيبه، وكندهنوهم مزيان يطيبوا نص طيبه، ونخرجهم وتشوفوا معايا الطريقه ديال الاحتفاظ بهم.
البريوات ديالي هما هادو، بعد ما طابو نص طياب كيف كنقولوا يبقاو بيضين غير يتشمعوا، تنشف ليهم الورقه هنايا راه غير ناشفه ليهم الورقه، ما طايبينش يعني متبوعين انهم يعاودوا يطيبوا مره ثانيه. بحال هكا كنشوفوها الورقه نشفات صافي كنخرجوهم. كيفاش كنحتفظوا بهم؟ كنجيبوا علبه بحال هكا بلاستيكيه، غادي ندير ليها واحد البلاستيك وممكن يكون داك السلوفان، انا كندير هذا الطريقه. كنخليوهم بطبيعه الحال حتى كيبردوا، بعد ما كيبردوا كنستف فيهم هاد البريوات على هاد الشكل. انا هنايا قربت اكثر بحال هكا وكنستفوهم. كيف قلت خاصهم يكونوا باردين يعني حتى كيبردوا، عاد كنستفوهم في هاد البواطه هادي مباشره. كنجبدوهم من المجمد كنديروهم في الطاوه وكندخلوهم للفران. بغيتو تقليوهم ممكن انكم تقليوهم، هذه هي الطريقه ديال الاحتفاظ بهم سواء في العلبه اولا كنديروهم بلاستيك غذائي بهذه الطريقه. كيف قلت خاصهم يكونوا باردين. صايبوا الكميه اللي بغيتو تحتفظوا بها، غادي نغطيو عاود بلاستيك غذائي صافي وكديروه في المجمد. بطبيعه الحال كنقول وناكد عليها انهم حتى كيبردوا عاد غادي نحتفظوا بهم، واي حاجه بغينا نحتفظوا بها المكونات ديالها كلها تكون طريه، ما تكونش سبق لنا اننا درنا خرجنا من المجمد وطيبناه وعاود ردوهم للمجمد. لا، هذه المساله ولا هذه النقطه دائما كنشير ليها البنات. صافي انا غادي نكمل لان باقي عندي واحد الكميه غادي نطيبها وتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالهم. تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي صايبنا مع بعضياتنا. كملت ليهم الطياب ديالهم انايا في الفران، وبالنسبه للي بغى يقليهم ممكن، انا كنقلي غير مره فاش كنقلي البريوات. بالنسبه للحشوه ممكن انكم ديروها اولا توظفوها على شكل بسيطلات مربعين بحال الاقتراح اللي صايبنا مع بعضياتنا من قبل، يعني بسيطلات مربعين. حتى هذاك الاقتراح حتى هو لذيذ بزاف ان شاء الله. بغيتكم تجربوا حتى هاد الحشوه هذه جد اقتصاديه. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار اخواتي يكون ناس احسنكم، واكيد ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. شوفوا معايا القرمشه مره ثانيه ديال هاد الورقه، كنتمنى كيف قلت لكم ينالوا استحسانكم. ما تبخلوش عليا بلايك للتشجيع فضلا وليس امرا اخواتي في الله. خليت لكم الراحه في امان الله الى اقتراح اخر ان شاء الله.